أي حضارة أو ثقافة بزعم ديني. عندما بدأنا في مطالبنا الأمازيغية تصدى لنا إخواننا الإسلاميون وقالوا من بين الجمل التي كتبوها: إن الدعوة إلى تعليم اللغة الأمازيغية مؤامرة استعمارية. كتب هذا في جريدة الراية عام 1995. ثم أصدر الشيخ الراحل الشيخ الأستاذ عبد السلام ياسين كتابا عام 1996 قال فيه: إذا أصبحت الأمازيغية رسمية في الدستور سننقسم إلى أمتين وسنقتتل فيما بيننا ونتبع بعضنا البعض، إذا لا ينبغي أن تكون في الدستور. وأضاف: إذا أنحل الأمازيغية إلى المدرسة ستصبح ضامة للعربية فتزاحمها في وظيفتها الشريفة الحسناء. هذه كلمات واستعمل نصا من طرف الشيخ المرشد. ثم أخيرا: إن الجمعيات التي تدعو إلى الاعتراف بالأمازيغية ممولة من الخارج وهم عملاء وجواسيس لدول الأجنبية، بمعنى لسنا وطنيين. هذه الأمور التي قيلت من قبل. ما المبرر؟ المبرر أن الهوية الدينية إسلامية، كما لو أن هذه الأمازيغية لا علاقة لها بالإسلام. بينما لم ينتشر الإسلام في شمال إفريقيا إلا باللغة الأمازيغية، فهي من اللغات الإسلامية، ولم يفهم هذا في عينه إلى أن أوضحناه بالكتب والدراسات. في عام 2001 غير حزب العدالة والتنمية رأيه وانضم إلينا بعد أن كان يقول نفس الكلام انطلاقا من 2001، ولكن بعد لقاءات ودراسات ومناقشات مستفيضة. الخطاب القومي العربي يختزل الهوية في العروبة ويعتبر أن الأمازيغية تدخل ضمن العروبة باعتبارها عربية قديمة. واستعملت أمور ليست من العلم في شيء، منها مثلا الأصل اليمني للمغاربة. الأصل اليمني للمغاربة هو ليس نظرية علمية، هو جزء صغير من العلم. النظرية العلمية الكاملة اجتزئت واقتطع منها جزء واحد وترك الباقي. تقول الدراسات العلمية بأن سكان شمال إفريقيا الأصليون أمازيغ وهم الأغلبية، وكانت هناك هجرات من كل الاتجاهات. كانت هناك هجرة من شبه الجزيرة الإيبيرية وشمال المتوسط نحو الشمال الإفريقي، لا يتحدث عنه إخواننا القوميون. كانت هناك هجرة من أواسط إفريقيا السوداء في اتجاه شمال إفريقيا، لا يتحدث عنها أحد. لا يتحدثون إلا عن هجرتين: الكنعانيون من فلسطين إلى شمال إفريقيا، ومن اليمن لأنهم يقولون أنهم عرب. بمعنى لا يهم القوميين إلا الهجرات التي جاء فيها العرب إلى شمال إفريقيا، ولا تهمهم الهجرات الأخرى. ثم هناك هجرات من شمال إفريقيا في اتجاهات أخرى، في اتجاه الشرق واتجاه الشمال، لا يتحدث عنها أحد. بل قبل 2000 عام هناك هجرة من المغرب في اتجاه أمريكا قبل كريستوف كولومب بأزيد من 14 قرن، وتوجد دراسات علمية موثقة ودقيقة في هذا المجال. المغاربة قطعوا إلى أمريكا قبل 2000 سنة، وهذه من الهجرات التي لا تذكر أيضا. فعندما تأخذ هجرة معينة لكي تثبت بها أصل كل سكان نصبح في إطار الخرافة والأسطورة ولا نبقى في إطار العلم. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة أن طريق القوافل التجارية كانت تمتد بين اليمن وشمال إفريقيا، وكانت كتدي وكتجي. وهذا معناه أن العناصر القليلة جدا التي تشبه أمازيغية جنوب المغرب مثلا في اليمن، مصدرها الرئيسي هو المغرب وليس العكس، لأن المغرب هو عاصمة الأمازيغية منذ آلاف السنين. ولا بد أن نقطة معينة في اليمن أصلها من المغرب ومن شمال إفريقيا. علينا أن نقلب هذه النظرية لكي نهتدي إلى الحقيقة العلمية. التبادل الحضاري والتجاري بين المغرب والمشرق موجود تاريخيا وحقيقة علمية، لكنه لا يثبت أصل السكان، لأن السكان جميعا لا يمكن إرجاعهم إلى أصل واحد، غير ممكن. ولكن ابن خلدون كان نزيها وكان علميا أكثر من كل المؤرخين المسلمين والعرب عندما قال: إنما ذهب إليه النساء من العرب لا أساس له
التاريخ، بمعنى أنكر ابن خلدون نظريات السابقة العرب الذين يتحدثون عن إفريقيا وحمير والأصل اليمني للأمازيغ وغيرهم، كذب هذه الروايات وقال والثابت أن هؤلاء القوم بمعنى الأمازيغ يوجدون على هذه الأرض منذ ما لا تعرف بدايته. هذا تعريف مخلد منذ ما لا تعرف